بدو الرحل كاين اجراءات اخرى. اولا بدو الرحل الصعوبه جايه من عدم استقرار اهلنا في هذه المناطق، ولكن فكرنا واحد الوقت في الاقسام المتنقله، حتى الاقسام المتنقله تبقى صعوبه، لكن هي اللي رانا حابين نشوف المشاريع تاعنا لازم الاولياء يلتزموا ويشجعوا الداخليات، لانه لما تحترم الداخليه وتقرب الداخليه معليش انت المعيشه تاعك والبيئه تاعك ومالك هذا ربي يسهل الناس كل، ولكن ولدي ولا بنتي لازم يكون في داخليه يقرا، نحيدوا على التنقل مع الاولياء تاعك. هذه هي الاجراءات اللي دارتها الدوله، والدوله يعني لو كانت تطلب احصائيات وطنيه في الداخليه عدد كبير من الداخليات الاولياء يعني ولادهم ما يحبوش يحضروا.